السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتنا العربية. اليوم معكم هشام العسكري في فيديو جديد، سوف نشرح لكم فعالية التحالف الأقوى وهي أحد الفعاليات الهامة في لعبة نزال الحرب. اليوم سوف نشرح لكم كيف يمكنك الحصول على جميع الجوائز من أول الجائزة الأولى يا شباب إلى الجائزة الأخيرة. طبعا كثير سألوني كيف أقدر أني أجمع نقاط كثيرة أو أجمع نقاط تكنولوجيا كثيرة حتى أحصل جميع الجوائز بهذه الفعالية، ولكن الإجابة يا شباب لا يوجد طريقة إلا أنك تخسر ذهب. ولكن راح أشرح لكم شيء بسيط جدا كيف أنك تحصل على أو تدفع ذهب قليل، يعني تبدل وتغير ولكن بذهب قليل أو بقيمة قصيرة. تابعوا الفيديو للأخير يا شباب، وقبل ما أكمل كلامي أرجو أن يكون كل شخص يكون أضع اشتراكك، حط اشتراكك في هاي الفيديو. أرجوك إنك تشترك بالقناة وأن تفعل زر الجرس، فهذا طبعا سيدعمنا بكل تأكيد. نذهب مباشرة يا شباب، ثواني، نذهب مباشرة شباب إلى التحالف، وبالطبع نذهب إلى تكنولوجيا التحالف. عندما يا شباب نذهب إلى تكنولوجيا التحالف، في شيء بسيط بس بدي أنوه عنه أو بدي أوضح عنه، إنه تكنولوجيا النقاط يجب إنك تأخذ هذه النقاط من فعالية أو من التكنولوجيا أو خانة التكنولوجيا والتحالف والتبرعات. طبعا يا شباب بالنسبة للمشكلة اللي تصير، أنا أحب أكمل الفيديو حتى لو مشكلة صارت، حتى أفسر للشباب السر الخطير في إن اللعبة تعمل هاي المشكلة. هاي المشكلة راح تتكرر تقريبا مع أغلب اللاعبين، بالرغم إن النت قوي أو الإنترنت حقتهم إنترنت قوي، ولكن يا شباب المشكل إنه إدارة اللعبة تتعمد فعل هاي الحركة. اتأكدت من أحد المصادر وأحد العاملين في لأول مرة، وهذا خبر حصري على نت عربية بالفعل، إن ما تردد بشأن إن اللعبة تقوم بغلق الغلق القواعد عشوائيا حتى يخسرون حمايتهم وبالتالي يشحنون مكان القوة اللي راحت. هاي الحركة بدأت في تسويتها إدارة اللعبة، يعني تشوفون حصلت تعليقة بسيطة جدا واللعبة راح اشتغلت عادي بشكل طبيعي جدا، ولكن يا شباب هاي الحركة تسوى عشوائيا انت وحظك. اذا كانت الحماية مو موجودة راح تتصفر، اذا كانت معادها مثلا راح تنتهي، كنت تصفرت ورجعت لقيت التصفير ولكن حطت حماية فترة طويلة، فهذا اللي حمى قاعدتي. نشوف يا شباب كيف نعمل هاي الفعالية. نخش على التحالف، تكنولوجيا التحالف والتبرعات. اختيارك لبحوث تكنولوجيا او دعم او الاسناد نقاط تكنولوجيا التحالف لابد ان يكون بالتكنولوجيا اللي هي مو متطورة كثيرا او اللي بيها بعض الـ 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 الاشياء البسيطة او لا تحتاج الى كمية موارد كثيرة. كل لما يكون الاسناد او حق الموارد اللي تدفعها كثيرة، كل ما كان الذهب اللي تدفعه أكثر، أو إذا ظهرت الخانة خانة الإسناد بالذهب راح تدفع ذهب أكثر. طب كيف أنا أعمل هاي الأمور؟ فيها يا شباب بعض البحوث البسيطة اللي تتطلب منك بعض الأشياء البسيطة أيضا، يعني بحوث لا تحتاج إلى كلفة عالية. خش مرة ثانية، اللعبة صراحة ما أعرف وش فيها، يعني كانت اللعبة والله فيها بعض يا شباب، هيا يا شباب يعني الموضوع تم بإذن الله. نشوف مثلا يا شباب بحوث مش كاملة أو بحوث شيء، يعني فيها مثلا مش شيء مو خرافي، راح تلاحظون هاي النقاط تعطيك 1000، وهذه 50000، وهذه 10000. طبعا 50000 كمية كبيرة. إذا رحنا على البحث هذا راح نلاقي 1570000 يا شباب، تشوفون القيمة زادت، إذا اللي أنت تدفعه راح يكون كثير. نقوم بعمل هاي الأشياء، شوفون كمية الذهب. أول ما توصل للذهب يا شباب إياك إنك تدفع ذهب حتى تحصل على 70000 نقطة، وفر ذهبك. اذهب إلى خانة أخرى، هاي الخانة مثلا على سبيل المثال، و 70000 أيضا، وتشوفون 1000، يعني 70000 نقطة تحتاج إنك تدفع 1200 في اللي قبلها. راح نشوف كيف ندفع هنا 1200 ايضا، يعني هاي 1200 هاي فين؟ هاي 1200 وهي 1200 ايضا، يعني نفس قيمة الذهب تقريبا.
طيب نطلع بالأسفل 50,000، راح نشوف كيف قيمة الذهب أو كمية الذهب اللي تحتاجها حتى تبدل، ونسوي هاي الأمور. 600 ذهب كي تحصل على 50,000 نقطة. إذا يا شباب دفعت 600 في 600 راح يكون مجموع 1200 ذهبة، يعني إذا دفعت هاي 600 ذهب ودفعت 600 ذهب مرة أخرى حتى تحصل على 50,000 راح يجمع لك 100,000 نقطة سعرهم 1200 ذهب. ولكن يا شباب لكن هاي البحث أو هاي الإسناد راح يكلفك 1200 ذهب حتى تجمع 70,000 نقطة فقط، مو 100,000. تلاحظون يا شباب الفرق 30,000 نقطة بين البحثين أو بين الإسنادين، تمام؟ لذلك تأنى جيدا عندما تختار البحوث. أنا يا شباب لن أدفع ال 600 أو ال 600 ذهب، لن أدفعه، راح أدفع ال 10,000 أو ال 15 ال 150,000 طعام حتى أحصل على 10,000 نقطة. ال 10,000 نقطة أنا عملتها أو حصلتها بدون أي ذهب دفعته يا شباب. يعني هنا في البحث هذا يتطلب 1000 حتى أحصل على 15,000 نقطة، نعم أكثر، ولكن أكثر فارق 5,000 نقطة فقط، لذلك ليس من الضروري أن أقوم بهاي الموضوع، تمام؟ لذلك عملت اللي هي تتطلب طعام فقط، يعني أدفع طعام ولا أدفع ذهب. الشيء الوحيد اللي يبي لك أنك تدفع عليه ذهب هو أنك تبدل بعد الوقت ما ينتهي، يعني مثلا عندك 8 ساعات يكون الموضوع منتهي، يعني مثلا راح أفعلها معكم، أوريكم كيف راح أدفع. طبعا ما بدي أدفع ذهب يا شباب، أنا تعهدت معكم أني ما أدفع ذهب. راح تشوفوا هي العلامة الحمراء معناها أنه وصلت الحد القياسي للتبرعات اليوم، ويبي لي أستنى إلى 4 ساعات حتى يكون العداد الصفر أو بدأ من جديد، تمام؟ أو 8 ساعات، يعني هم يقولون 8 ساعات، تمام؟ راح يطلب مني 493 ذهب حتى أبتدي أغير هاي الموضوع. يعني هاي 493 ثابتة؟ نعم؟ لا، مو ثابتة، هاي 492. راح نطلع فوق 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 على الأخير، راح يتطلب 492 أيضا شباب، 492. طبعا كلما الوقت يقل كلما كمية الذهب أيضا تقل، يعني إذا انتظرنا يا شباب راح كمية الذهب اللي راح تدفعها راح تنقص، يعني بدل تنتظر 8 ساعات انتظر 4 ساعات فقط وادفع ذهب أقل. لذلك تستطيع أنك تدفع ذهب ولكن ذهب قليل وتوفر، وبالتالي تحصل النقاط وتأخذ الفاعلية، تحصل الجميع الأشياء في فاعلية التحالف الأقوى. شباب فاعلية التحالف الأقوى أرجوكم اهتموا فيها، لأن صراحة هي الفاعلية هذه المرة مختلفة تماما عن أي فاعلية سابقة. فالفاعلية يا شباب تشوفون أن أصبح فيها بعض الأشياء وبعض الأصناف المميزة صراحة، يبي لك انك تجمع 60 عزائد 30 و25 و50 و15 و25 و30، راح تجمع كمية هائلة من الاصناف. ارجوكم اهتموا بالتبرعات، تبرع الان في تحالفك، تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا شباب كان فيديو اليوم، وارجو ان اكون ما طولت عليكم، وان شاء الله يعني نكون بالعاب تانية. اكتبوا اي استفسار او اي شيء، تقدرون انكم تخشون على القناة الخاصة فينا وتضغطوا على اسم ناتو عربية، راح يظهر لكم العديد من الشاشات او العديد من الايقونات، اختار ايقونة حول، راح تلاقي جميع وسائل التواصل مع قناة ناتو العربية اللي فيك تتواصل معنا. فيك تنضم ايضا لجروب ناتو عربية، اذا اردت تعرف اي تفصيل عن جروب ناتو عربية اكتب لي اسفل الفيديو واكتب لي في التعليقات. واذا تبي اي فيديو او تبي اي لعبة اكتب الان الاسم اللعبة اللي بدك ان اجربها، وراح اجربها معكم وراح اشرح لكم تفاصيلها. بدنا العاب جديده على القناه يا شباب، ارجوكم لا تخضعوا لهي اللعبه ولا تدمنوها يا شباب. انا رجعت انزل فيديوهات عن هي اللعبه، لان صراحه الناس كثير للاسف كانوا يحبون هي اللعبه وننزل عنها، لذلك يا شباب انصحكم انكم تبعدون عن هي اللعبه، وانا راح انجذب معكم واجذبكم لالعاب اخرى خرافيه وعملاقه. ولا تقلقون يا شباب مهما كانت قوه الجرافيك الخاص باللعبه،
الهاتف او الجهاز اللي انا استخدمه حق هذه الالعاب راح يعطيكم اللعبه باعلى جوده واعلى تفاصيل. لذلك لا تقلقون يا شباب، اكتبوا اي لعبه مهما كانت قوتها على مستوى العالم، اكتبوا لي اي لعبه راح تلاقوني اني انزل عنها، بس تكون لعبه خاصه بالهاتف او الاندرويد يا شباب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو قادم على قناتنا الترابيه.